نرجع للكابتن احمد الجرحي ومباراه وديه مع المنتخب السعودي للشباب. المنتخب السعودي بيعمل معسكر في مصر بيستعد لبطوله اسيا اللي هتقام قريبا الاسبوع القادم باذن الله في اسيا. كان بيستعد في النادي مع النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدر يفوز عليه 95-66. خلينا نروح للتقرير ونشوف المديرين الفنيين الاثنين قالوا ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. هم اختيارهم الاول النادي الاهلي، طبعا هم عارفين قيمه النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي كله، فطبعا هم اكيد جايين عايزين يلعبوا ماتشات مع اقوى الفرق مع اقوى الانديه الموجوده في مصر، فاكيد بالنسبه لهم اكيد اوبشن نمره واحد النادي الاهلي. واحنا كنادي اهلي بقى سواء ماتش بيبقى رسمي ودي انت بتلعب دايما عشان تكسب ماتشاتك الوديه الرسميه، ما بتفرقش عندك، بس هتدي فرص طبعا للعيبه ممكن ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت كتير، لعيبه فيها تريحها، في لعيبه السين هنريحها النهارده شويه، فيعني هنحاول نطلع باكبر استفاده من المباراه على قد يعني ما نشوف كده جوه الماتش هيمشي ازاي. فرقه المرتبط ما خسرتش تقريبا يعني ولا ماتش ما شاء الله من 3 سنين، فطبعا هي يعني اي فرقه لما تيجي تعمل احتكاك قوي في دوله لازم بتلعب مع بتحب تستفيد، فهي طبعا مش هتلاقي احسن من النادي الاهلي تستفيد، لان الاهلي زي ما قلت لك هو بطل طبعا دوري المرتبط، وفي نفس الوقت الفرقه ال 16 سنه اولاد ساهمت كبير جدا في حصول الفريق الكبير على البطوله وما خسرتش ماتشات بقالها كتير جدا جدا، فهي طبعا اقوى فرقه في مرحلتها على مدار ال3 سنين اللي فاتوا. هذا ممتاز ومن افضل تقارب الشعوب هذه، بالعكس واحنا اخوان ما يحتاج نتكلم في الامور هذه، على طول على قولتهم فوق الممتاز، يعني ان بالعكس نلعب افريقيا تقرب على قولتهم توحد القلوب هذه، اي خلافات اي شيء، وما في خلافات طبعا الحمد لله، بس هذه حاجات ممتازه واجد ان شاء الله. هذا معسكر تمهيدي وراح يكون في معسكر قبل البطوله ان شاء الله، لسه ما نعرف فين حيقام، لكن ممكن يقام في تركيا او في صربيا او في البوسنه، وممكن نرجع يكون عندنا فرصه نرجع مصر مره ثانيه، وان شاء الله هذا راح يخلينا نستعد للبطوله باذن الله. دعم جدا كبير، ورياضه السعوديه معروف في السعوديه ما بيسمعوا الا كره قدم، لكن انا كره السله زي ما تقول رياضه ناهضه، رياضه قائمه، وفي اكاديميات وفي فرق كثير ومدارس وبتقام بطولات ودواري على مستوى المملكة، وهذا الشيء حفز طبعا الاتحاد السعودي لكرة السلة انه يجيب المدرب التركي ويحفز اللعيبة ويطورهم ان شاء الله. علاقتنا علاقة كبيرة، علاقة سياسية، علاقة اخوية، علاقة رياضية، واحنا يهمنا انه احنا تفضل العلاقة دي لمدة طويل، ويهمنا انه احنا نكون دائما على تواصل، واحنا نتشرف حقيقة انه احنا نكون متواجدين هنا، وان شاء الله التعاون هذا يستمر لفترات اطول باذن الله. النادي الاهلي يعني اسم معروف في كرة السلة زيه زي اندية ثانية كمان، ولعبنا احنا مع اندية ثانية على مستوى مصر، لعبنا في الاسكندرية ولعبنا هنا في القاهرة، ويهمنا جدا انه احنا يعني نختم المعسكر مع مباراة مع النادي الاهلي وقامة في كرة السلة. نشكركم على حسن الضيافة، وإحنا ما نعتبر غريبين، إحنا بلدنا الثاني مصر، ودائما نختار مصر لقوة المنافسة، قوة الفرق، قوة كرة السلة في جمهورية مصر العربية. طبعا النادي الأهلي من أفضل الفرق كرة السلة في مصر طبعا، غير كل الألعاب، لأن أنا أهلاوي، يعني أهلاوي في السعودية وأهلاوي هنا، فالنادي الأهلي دائما إحنا ما نختار نلعب مع مباريات. قيمة النادي الأهلي الفنية صراحة الجماهيرية، نادي كبير لاسمه في الوطن العربي في افريقيا، فدائما ما نلعب هنا والحمد لله، يعني دائما ما تكون الاستفاده طبعا تكون افضل وافضل في مع الاهلي المصري الحمد لله.